ما ننساوش في الكاف معناها عندنا برشا نقائص كما شفت اليوم برشا جوارات جدد اهلهم والحمد لله يا ربي معناها 3 بوان ما جاوش بالساهل ويخليونا نمشيو بمعنويات كبيره معناها نهار لحد لمصر ان شاء الله نجيبوا الكاليفيكاسيون من غاديكا وان شاء الله ربي معنا هي الكره معناها انت كيف تلعب ماتش لازم معناها تحط كل شيء معناها في الماتش الحمد لله من بعد الان معناتها حاولنا ورجعنا في السكور معناها وماركينا البونت الثاني الحمد لله يا ربي 3 بوان ما هم ساهلين معناها الاولاد الكل كنا عازمين باش نعملوا رياكسيون على طرح الكاف هذاك الحمد لله يا ربي وكا شنو المساج الجمهور بيجا من مصر نجم نشوفوا كامبات من مصر ان شاء الله ان شاء الله نعدوهم من هنا من مرسى من هنا باش نجيبوا الكاليفيكاسيون ان شاء الله ماشي. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله